ليه نرضى بالمهان؟ ليه لها اهل ولا ما لها؟ هو الاهل بالغنى وبالمركز الاجتماعي، الاهل بالمواقف وبالرجوله. وطول ما هي مهانه، والله انا امسك القهوه من الاهل من تلابيبهم كده الاول، طالما هي مهانه في بيت اهلها وبتتشتم وتبهدل وتتضرب، طالما هي كده مهانه في بيت اهلها، طب من الطبيعي ان هي ما تدي رد فعل سلبي. شايفاه وبيشيت وبيعمل علاقات مش كويسه وبيتفرج على حاجات مش كويسه قدام عينيها، قدام عين زوجته عيانا بيانا كده، مش مكسوف ولا هو كده واعلى مفخرك. لا لا، ما توافق ابدا، ما توافق ابدا، وتعمل وتروح وتجيب الرجاله وتجيب الناس وتعمل قعده. لو اهلها الناس الكباره دولت اللي مالهمش لازمه وسايبينها تتهان بالشكل دوت، تجيب كبير البلد، تجيب كبير شغل ومديره في الشغل. وما تخاف، طالما انت مجاهر بالمعصيه وطالما انت بتعمل الامر بالشكل المهين ده، ايه الكلام الفاضي اللي احنا بنسمعه ده؟ والنقطة التانية، انت اصله بيشتمني، لا قول له اقف، اقسم بالله لو ما بطلت الشتيمة هجيب امك واجيب اهلك، اقسم بالله لو ما بطلت اهانة والكلام ده، ده تمرضني، ده انت تجيب لي تعب ومرض. ايه شقتك نظيفة؟ عيالك نظاف؟ عاملة لك اكلتك؟ عايز ايه؟ اصل عشان ما يصرف، ده فرض عليه، ما بيمنش، فرض عليه يصرف عليكي مأكلك ومشربك ومسكنك، مش منا منه، فعيب، عيب الرجالة اللي بتعمل كده، عيب. ونقول نيجي نتكلم ونقول للزوجات ما لهم حق بقى، لهم حق، قولوا شوفوا انتوا جبرتوا علينا الرجاله وعملتوهم علينا ليه كده؟ ما تبقاش راجل بالشكل ده ابدا، لا مروءه ولا شهامه ولا رجوله. وقفيه عند حده يا بنتي، ما فيش وبيكذب وبتعمل، سجلي له، قولوا والله لا سجل لك فيديو باللي انت بتشتمه ده، عيب، عيب ما يطلع منك كلمه زي دي، عيب. النبي عليه الصلاه والسلام قال المؤمن لا سباب ولا لعان ولا فحش ولا بذيء. ايه اللي احنا فيه ده؟ دفت عنك صفة الإيمان بالألفاظ دي، واعملوا وقفة. لكن قاعدين وخاضعين ومنعمينا وما فيش، طب ما بتاخدوا على دماغكم خلاص، يعني ايه الجديد؟ ما انت بتتصرفي نفس التصرف ومتوقعة رد فعل مختلف، ازاي يعني؟ لازم تاخدوا خطوة علشان نمنع الأذى، تمام؟ الله سبحانه وتعالى يلهمكم الخير، اللهم امين.